السلام عليكم. سعيدة جدا بحضوركم الليلة. طبعا أغلبكم يعرفوني زين وتعرفون سبب وجودي هنا. أنا بمساعدتكم أتمنى أني أدخل المجلس البلدي. دكتورة، ونفهم التحديات اللي تواجهكم، لكن إلى الآن ما في أي مبرر طارئ أن نخصص ميزانية لتمويل المشروع. جبني دكتور رجال، لا تغرني بعيوني. أبو الريوم مش بسوي؟ سمع دحمي. لازم يقول لأبوي يمكن فهمها ويعقلها. أبوي مجنون زيها. صوتوا لي، أنا الدكتورة مريم الصفا. حتى ولا فخر الدنيا إلى حقوقنا. ما بيسمع. ترى مقطعك انتشر في الواتس والكل قام يتداوله. طبعا في كثير من المواضيع يعني، وانت كامراه اكيد انها تثير اهتمامي. صحيح، انا طبيبه و مثل وضع الحدائق، ملاعب للاطفال. انا فخوره فيه في اللي تسوينا. ابي اشكرك انك بتساعدني اليوم. ولا يهمك، ما سويت شيء. علاقات من ورانا. اقدر الحين اسوي مواقف العياده. عاد لا اوصيكم، احتاج صوتكم، لأن بصراحة ما أبي أدخل نفسي في هالأمور. أقول لك ما نبغى نساء، ونحن منتخبين نساء، المرأة مكانها بالبيت. تعبت سايرهم، خليهم يعرفون مع من يتعاملون. أول مرة في حياتي أحس إني شيء. هلا هلا بمرشحتنا المغوارة.